الوصفة التانية عايزه ارجع وافكر حبايبنا ومتابعينا ومشاهدينا من كل مكان بمسابقتنا، مسابقه بنيامين الشريف مع الشيف. مسابقه سهله جدا وبسيطه، مفيش اسهل منها، والاجابه هتلاقوها جوه السؤال. سؤالنا بيقول ايه في مسابقه الشريف مع الشيف؟ كم طقم كلاسيك موجود على الويب سايت؟ معنى ان انا قلت ان هو على الويب سايت يبقى اجابه السؤال هتلاقوها على الويب سايت. طيب اختيارات اجابتنا ايه؟ 4 اطقم ولا 2 ولا 6؟ طبعا الاجابه هتلاقوها على الويب سايت، ولما تشوفوها على الويب سايت هتتصلوا على الارقام اللي موجوده معانا على الشاشه. من اي رقم ارضي على 0900 9100، ومن اي موبايل على 2600. في انتظار مكالماتكم اللي بتسعدني دايما ان شاء الله، وباجاباتكم طبعا الصح علشان تكونوا من الفايزين معانا. ده اول فايز معانا او اول مشترك معانا، وادي موقع الويب سايت معانا اهو على الشاشه. طيب تاني مشترك او تاني فايز معانا يبدا ان هو يشترك معانا ازاي؟ مطلوب من حضرتك تصوري سفره فطار رمضان وتبعتيها على صفحه ملامين الشريف الخاصه بالفيسبوك، ونبدا ان احنا تبعتي الصور بتاعت سفرتك، وان شاء الله يختاروا افضل صوره او احلى صوره لسفره فطار رمضان، وتكونوا من الفايزين معانا. ربنا يجعلكم دايما من الفايزين دايما يا رب. يلا بينا. ايه الصنف التاني اللي هنعمله النهارده بقى؟